حبي الأستاذ خالد البريدي، الكابتن خالد البريدي، عضو لجنة الإحصاء والمحلل الفني. غدا تنتظر المنتخب السعودي الصقور الخضر مباراة أمام كوريا، أعتقد هي مباراة أكون أو لا أكون. أخوي علي، أعتقد جمهورنا في المنطقة الشرقية كافة يعني غنية عن الدعوة. الجمهور أول شيء ذواق، هذه في الدرجة الأولى، صحيح، ويحب اللاعبين ويحب لعبة كرة اليد. واليوم أو غدا يوم مفصلي، صحيح، في تاريخ كرة اليد، بلد مستضيف يحتاج لاعبين الأبطال الأشاوس إلى الدعم. أنا من جهتي أثق في إمكانيات اللاعبين بالدرجة الأولى، وأثق أن جمهورنا هو بكرة هو الكرت الرابح، وهو اللي راح يكون الوقود للاعبين للتألق، وإن شاء الله إن شاء الله نفرح جميعا بحصولنا على بطاقة التأهل لكأس. أبو فيصل، كلام جميل، وبصراحة احنا ننتظر ان شاء الله غدا وقفة الجمهور السعودي، وكلنا ثقة في لاعبين. بصراحة عندنا لاعبين يعني يتحملوا كل هذه اللحظات الحرجة، اللحظات الصعبة، وقادرين ان شاء الله على تغيير كل الامور. وانت رافقت المنتخب لسنوات وتعرف عن بعض الامور اللي تخفى على الجميع، لكن خليني اتحدث معاك كابتن عن اهم الامور الفنية بالنسبة لمباراة الغد. شوف أخوي علي، الآن لو رجعنا بس لسنتين أو خلينا نقول 3 سنوات، من 2018 إلى بطولة 2020 اللي كانت في الكويت، كان القدم أو قدم المنتخب السعودي عالي على المنتخب الكويتي. فزنا عليهم في كوريا، فزنا عليهم في كأس العالم 2019، انتصرنا عليهم أيضا في بطولة في الكويت 2020. فمنتخبنا يعني بإذن الله قادر، لعبتنا عندهم الخبرة الكافية، فقط نحتاج إلى شيء واحد: الثبات على التشكيلة وإعطاء الثقة للاعبين واختيار التوقيت المناسب، حتى في وقت إراحة اللاعبين يكون في وقت فعلا يحتاج اللاعب إلى الراحة، عدم الأكثر من التغييرات اللي ممكن تفقد شوي من انسجام اللاعبين داخل الملعب. ولكن لاعبينا بإذن الله هم على قد الرهان، قادرين انهم يصنعون الفارق بالحماس بالروح بالوطنية اللي عندهم. انا من الناس اللي اشهد على انه لاعبين المنتخب السعودي عندهم طاقة وحماس غير طبيعي، خصوصا ولا يحبوا الخسارة نهائيا. يعني موضوع انك تخسر هذا مع هالأبطال أتوقع أنه شيء صعب. فبإذن الله وبتوفيق الله قبل كل شيء، وبالنوايا الطيبة بإذن الواحد الأحد راح نكون